انكسر جدار الصمت ليواصل آلاف الجزائريين مظاهرتهم في العاصمة الجزائر ومدن وبلدات أخرى، رافعين شعار لا للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أكثر من 10 أيام، في وقت أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم اختياره الرئيس لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من شهر إبريل القادم. حراك احتجاجي تصدر مشهده الأحد طلبة الجامعات لتنظيمهم احتجاجات بعدما اتخذ بوتفليقة خطوة أكدت عدم تراجعه عن الترشح بتقديمه وثيقة بممتلكاته في خطوة دستورية تمهيدية لإيداع ملف ترشحه بشكل رسمي بالانتخابات، وهو ما تم فعلا قاطعا أي تكهنات بإمكانية تراجعه. مظاهرة قوبلت بتعزيزات أمنية مكثفة منعت الطلبة من خروجهم من الحرم الجامعي مع فرض حراسة مشددة على المجلس الدستوري الذي يتلقى أوراق المرشحين حتى منتصف الليل. وقبل انتهاء المهلة أودع اللواء المتقاعد علي غديري ملف ترشحه ليكون بذلك سادس شخصية تنافس بوتفليقة في الاستحقاق الرئاسي. من أبرز المرشحين الذين قدموا أوراق ترشحهم عبد العزيز بالعيد الذي استقال من جبهة التحرير الوطني، كما أعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء تقديم ملف ترشحه، غير أنه لا يوجد منافس فعلي أمام الرئيس بوتفليقة. كان الرئيس بوتفليقة الموجود في جنيف حاليا لإجراء فحوصات طبية دورية قد أقال مدير حملته الانتخابية عبد الملك سلال، وعين محله وزير النقل عبد الغني زعلان في خطوة يراها البعض رد فعل على تلك الاحتجاجات الحاشدة، بينما اعتبرها آخرون أنها بسبب تراجع شعبية سلال لخطابه السياسي. السلمية التي اتسمت بها معظم المظاهرات لم تحل دون وقوع اشتباكات ومصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن يوم الجمعة، وتحديدا قرب القصر الرئاسي، ما أسفر بحسب وزارة الصحة الجزائرية عن وفاة متظاهر بأزمة قلبية وإصابة أكثر من 180 آخرين. من جهتها دعت المعارضة في ختام لقاء تشاوري المواطنين إلى مواصلة حراكهم الاحتجاجي إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، غير أنها فشلت في الاتفاق حول مرشح واحد للانتخابات، ما يضع الناخب الجزائري في حيرة من الاختيار بين التغيير أو الاستقرار. لبرنامج هنا الرياض رندا فتحي.